انا مش عارفه اشكرك ازاي. تشكريني ليه بس؟ دي الحاجه انتصار زي امي. تسلمي يا بنتي، ربنا يكرمك دنيا واخره. بس ما تنسوش بقى مواعيد الغسيل بتاعتها علشان ما تتعبش تاني. لا خلاص انا قاعده معاها على طول، وانا اللي هبقى متابعاها معاكي. انا هروح اشوف الدكتور كتب لك على خروج ولا لسه. عن اذنك. اتفضلي يا حبيبتي. ازيك يا هاجر؟ ازيك يا مريم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا حاجه؟ اهلا يا ابني. والله والله انا مزوغ من الشغل مخصوص عشان اجي اطمن على الست اللي دمي بيجري جواها دي. وحيا ابني ربنا يكرمك يقعدوا لك في ميزان حسناتك. يا سلام يا حاجه، ايه الدعوه الحلوه دي؟ على فكره يا ابراهيم، اللي انت عملته في ماما ده انا عمري ما هنساه. اصلك ما تعرفش غلاوتها عندي، ده انت كانك رديت فيا الروح. طب شكلها تعبان عايز ينام، ما تيجي نطلع بره ونتكلم. ايه ده يا كوري واخده فيش كده؟ ورا على فين؟ ورا واحد جامعة الدول وجاي على طول. جامعة الدول العربية فين؟ حوار كده سوكا برسيك فيه بعدين. بقولك ما تفهميني دلوقتي يا كوري. يو يا سوكا قلت لك مش وقته. انت بجد انسان جدع يا ابراهيم. اللي انت عملته مع ماما ده مش ممكن اي حد تاني يعمله الا لو كان جواه بني ادم شهم زيك. انا اصلي بحب الناس قوي يا نجوان بجد والله، اهلي ربوني على كده. عارفه لو دي اخر نقطة دم عندي كنت اديتها للي محتاجها، ان شاء الله اموت. بعد الشر عنك. بس انت ما قلتليش عرفت هايدي مروان منين؟ ابدا يا ست، انا قاعد في امان الله لقيت ربنا رمى الموضوع ده في حجري، قلت يبقى اكيد له حكمه. ازاي؟ مش فاهم. انا هقول لك، انا فجاه لقيت كوريا اللي انا كنت خاطبها بتعرفني على بنت خالتها جمالات. كوريا؟ هو انت خطيبتك اسمها كوريا؟ اللي كانت لمؤاخذه، لكن انا دلوقتي حر نفسي، لا حد ليه عندي ولا ليه عند حد. طيب وبعدين؟ وبعدين يا ست طلعت جمالات دي هي هايدا ابو طالب، وجايه تستخبى عند كوريا. وسمعت ان انت كنت شغاله معاها. اه اصل انا كنت سكرتيره بتاعتها. بس خلاص. الموضوع ده انتهى. لا حول الله يا رب، انتهى كل الكلام ده انتهى. بس انت تلاقيكي برضو مامنه نفسك ومحوشه لك قرشين من المرتب وكده اكيد يعني. يا ريت. بس انا يعني لما مؤاخذه مش فاهم، انت ليه رامي امك في مستشفى حكومه كده؟ وكمان مش قادره تجيب لها كيس دم من ابو 400 جنيه. هو انت فاكر يا ابراهيم لو انا كان معايا فلوس كنت هستخسر في ماما حاجه؟ انت لسه ما تعرفنيش ولسه ما تعرفش غلاوه ماما دي عندي قد ايه. انا لو ينفع اصرف عليها فلوس الدنيا دي كلها وما اشوفهاش مرميه كده عمري ما هستخسر. شوف ازاي؟ انت بنت حلال يا نجوان على فكره، عشان كده ربنا هيديكي على قد نيتك. شكرا يا بلدينا. دي الهبل اللي ملك جبل. قلت لك الظابط ده بعيدي عنه، قلت لك هيودينا في 60 داهيه، لكن ازاي؟ الهانم مشدوده وراه كده وبالمغمطيس لغايه ما كفاها على وشها وهيجرنا كلنا وراها. بس هو قال انه بيحبني وانه هيقف جنبي، وقال لي كمان انا لو سلمت نفسي مش هيسيبني، بس انا اللي خفت وجريت. يا بنت يا بنت حب ايه اللي بتتكلمي عنه ده؟ ده ظابط. عارفه يعني ايه ظابط؟ يعني ساعه الجد هو اول واحد هيحط في ايدك الكلابوش. بص فيه مالك، اسكتي شويه، مالك بترعبيها كده ليه؟ احنا دولك عايزين نشوف مطرح عشان نتويها فيه. الفاس وقعت في الراس خلاص. ايوه صح، نشوف لها مطرح جديد. واقول لك على حاجه، نشوف لنا احنا بقى ميكروباص يلمنا كلنا كده برابطه المعلم ويطلع مين على السجن. اه ما هم بعد ما هنشوف لها مطرح هيجوا احنا يقولوا لنا ايه؟ يقولوا لنا كنتوا متسطرين على واحده مجرم. خلاص انا اسفه، انا عارفه ان انا عملت لكم مشاكل وجع دماغ، بس اعمل ايه؟ ايوه اجي اللي بناخده. انا اسفه انا عملت لكم مشاكل، انا اروح اسلم نفسي. واحنا طبعا كروديات نمايلين. لا ازاي؟ يلا نشوف لها مطرح جديد ونلبس احنا. بطلي بقى بطلي بقى، المقلب الترابيزه على دماغي ما تولع فيها بالمره احسن. طب ثلاثه بالله العظيم، ما انا جاي من هنا الا ما اطمن لك على مكان امين تنامي فيه. لا خلاص انا مش عايزه اتعبكم معايا اكتر من كده، انا هكلم بابي ودينا وهما هيلاقوا لي حل. طب خلاص خلاص ما تزعليش، مش لازم يعني بابي ودينا. واحنا رحنا فين؟ احنا هنشوف لك حل ان شاء الله. انت مش فاهمه انا استريحت لك ازاي يا نجوان. انا كمان استريحت لك على فكره. انا عمري ما بعيط قدام حد غريب في حياتي ابدا، والنهارده عيطت قدامك كتير. ده انا مستغربه نفسي. بس ما تقوليش غريب. غريب ازاي؟ ده انا دمي بيجري جوه الست الوالده، يعني بيربطنا دم. كلامك صح، احنا كده كاننا قرايب. بقول لكم ايه، الدكتور كتب للحاجه على خروج، انزلوا بقى ادفعوا الفلوس في الحسابات. كتر خيرك يا هاجر. فيك الخير يا ابله. على ايه بس؟
بس انا مش عاجبني رميه الست الوالده كده، احنا لازم نشوف لها حد يتبرع لها بكليته بدل ما احنا كل يوم بنشوفها بتموت. بعد الشر والنبي يا ابراهيم ما تقولش بتموت. بس هو يعني اللي هيتبرع لها بالكليه بتاعته ده محتاج له مبلغ كبير، وانا مش عارفه هجيبه لها منين. لقيتها. لقيت ايه؟ البت هاجر الممرضه، الواد سوكا بيحبها. وهاجر دي عايزينها منها مكروكرون ولا ايه؟ احنا عايزين التاول هانم. يا خال البت دي انا اعتبر مديناها، لان انا اللي نزلتها الشغل لما كان اخوها حابسها، ما فيهاش حاجه يعني اما التاوي جول يومين عبال ما نشوف لنا صرف. يعني انت تعرفيها كويس واثقه فيها يعني؟ وانا اعرفها مش قوي يعني، بس اعرفها. وبعدين ادام الواد سوكا بيحبها يبقى كده البت دي جدع. طب افرضي مثلا اللي اسمها هاجر دي رفضت، ولا سوكا كمان رفض، يبقى ايه الكلام وقتيها؟ يا خال يا خال، ده سوكا، سوكا صاحب صاحبه وعمره ما يسيب حد في ضيقه ابدا. بقول لك ايه، سيب لنا موضوع سوكا ده، انا هتصل بيه دلوقتي واقول له يقابلنا في الطريق. وبعدين هو الوحيد اللي هتلاقيه عارف البت دي زمانها في المستشفى ولا في بيتها. قال سوكا يسيب حد في زنقه، قال كله الا سوكا. يا خال ماشي، بتقول نازله على السلم خلاص اهي. مع احترامي للست الهانم ديت بقى كوريا، انا مش عايز هاجر تخش في الحوارات دي. خلاص يا سوكا خلاص، لو انتوا ولو انا هضايقكم انا خلاص مش عايزه. هو ايه اللي خلاص ومش خلاص؟ ما تبطلي السهوكه اللي انت فيها دي، قلت لك 100 مره خلاص خلصنا. انا خلاص اتفقت مع البت ورستها على كل حاجه، وهي قالت لي انها هتقول لاخوها انك بت زميلتها ومغتربه ومش لاقيه مكان تقعدي فيه، وبعدين هم كلهم يومين مش حوار يعني. وبعدين ده انا بديناه. انت هتفضحيها يا كوريا ولا ايه؟ خلاص يا بنت الناس، وانت يا سوكا طالما عملت خير هتلاقي خير ان شاء الله. نجوان ابراهيم. القهوه يا دكتور نادر. ايه ده، انت اللي جايبه القهوه بنفسك يا رجاء؟ هو انا عندي اغلى ولا اعز منك؟ لا بس الكلام ده ليه معنى كبير قوي بقى. ايه هو بقى؟ معناه يا ستي ان رجوقه حبيبتي اختي الجميله سامحتني ومش زعلانه مني. يا حبيبي هو انا عندي اعز ولا اغلى منك؟ انت اخويا وحبيبي وكل حاجه ليا في الدنيا. يا نادر انت مش متخيل انا فرحانه قد ايه، انت رجعت ليا ولشغلك ولبيتك وللحياه كلها. انا بس يا حبيبي اللي خايفه تكون زعلان مني. يا ريت يا حبيبي كانت ايدي اتقطعت ولا اتمدت عليك. رجاء بعد الشر على ايدك. وعلى فكره بقى الالم اللي انا اخدته ده كان مهم جدا بالنسبه لي، بس اياكي تستحليها. لا. مساء الخير ساره. لو ما نطقتيش يا وليه انت، انا هحبس المنطقه باللي فيها وهقفلها لكم برضه لغايه ما اوصلها. يا سعاده الباشا والله ما اعرف حاجه، وبعدين انت ماسك في قفايا انا بالتحديد ليه؟ ما المنطقه كلها قدامك، ايه ولا عشان ست غلبانه ومنكسره يعني؟ يا سعاده الباشا، الاخت جمالات اخت فاضله ولا مره منها سوق، ايه حكايتها مع الشرطه؟ مالكش انت دعوه يا عم الشيخ. بنت كوريا فين؟ مين ما جت اهي؟ اهي بنت كوريا. واد يا سوكا اخس عليك يا ولا، بقى تاخد كوريا يا واد وتسيب امك. حقك عليا يا ام، حقك عليا. مره الجايه اخدك معايا انت وقال الحاره وعلاء باشا كمان. اري يا ام سوكا، استكتر علينا نقعد مع النجم يوم واحد ولا ايه؟ ما كل يوم قاعد معاك وبيغني لي كل ليله. يا ام سوكا تعالي تعالي. انا باشا بنت هايدي فين؟ هايتي هايتي ده يا باشا، ده نقل بند ولا ايه؟ تستقبل يا بنت جمالات فين؟ جمالات ونبي ما اعرف يا باشا، بكلمها من الساعه 8 كده وهي ما بتردش، ده انا حتى فكرتها خرجت معاك. ما هي ما كانتش بتتكلم مع حد الا سيادتك، لو ما كانتش معاك يعني تبقى فوق. مفيش حد فوق غير الست المجنونه اللي عماله تصوت دي. سدس سبتيها لوحديها؟ قلت لك ما تسيبهاش لوحديها، ممكن تحط ايديها في الغساله وتتكهرب. يو وانا اعمل ايه برضه يا خال؟ ما انا برضك لازم اخرج افك عن نفسي شويه، وانا يعني ايه كنت عليها تبرئه؟ بنت انت انا هوديكي في 60 داهيه، انت كنت متستره على واحده هربانه. نهار اسود هربانه ونبقى ما اعرف يا باشا. انا كل اللي اعرفه انها بنت محترمه وبنت ناس، هي يكش بس يعني متخانقه مع جوزها شويه، عشان كده احنا مكمرين عندنا لحد ما يستلحوا. ولو كنت يعني قايله في الحاره انها قريبتي ده عشان ما حدش يضايقها يعني وكده انت عارف. يبقى تيجي معايا الحبسه بقى لغايه ما تفتكري هي فين وتجيبها لي من تحت الارض. طب صلي على النبي يا باشا، صلي على النبي بس كده اسمع. هقولك بص بقى يا باشا، لو انت شايف ان انا متستره عليها يبقى احنا الاثنين بقى كنا متسطرين مع بعض. ليه بقى؟
اظن الحاره كلها شاهده. ده انت كنت خارج داخل من عنديها ولا مواظب في بينكم سر؟ هي كانت بتتكلم مع حد اللي معاك. لا ده انت تيجي معايا الحبس من دلوقتي. صل على النبي يا باشا، صل على النبي. كل ما تقصدش يعني بتفضفض بكلمتين، امال في ما انت بقى يا اللي مستهبل لي فيها وعامل لي فيها عبيط. كل لو ما جيتش من نفسك